السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات سي فويس فيرجن 8 642 و437. معاكم المهندس محمد سعيد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الفويس جيتويز أندرستاندينج ديجيتال فويس بورتس. هنكمل الديجيتال فويس بورت سيجنالينج والديجيتال فويس بورت كونفيجريشن. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت بقى ازاي بنعمل هاندل للسيجنالينج، وخصوصا احنا عايزين السيجنالينج عندنا بقى في الديجيتال بتبقى 0-1 مش الكتريكال سيجنال. فقلنا في طريقتين ازاي بتعمل هاندل للسيجنالينج ديت، طريقه الكاس اللي هي تشانل اسوشييتد سيجنالينج والكومن تشانل سيجنالينج السي سي اس. قلنا في الكاس لو هنقول مثلا هنشرح الموضوع ده على التي 1، ان انت عندك تي 1 ده 24 شانل، فعندك في 8000 فريم بتنقل في الثانيه، فالفريم الواحد بياخد سامبل من كل شانل، وبعد كده يرجع تاخد ياخد السامبل الثانيه من كل شانل، وهكذا ال 8000 فريم كده. الكاس بقى هنا بياخد بيجي على الفريم رقم 6. الفريم رقم 6 بالنسبه للشانل الاولانيه بيبقى عباره عن 8 بت، بياخد البت الاخيره ديت يستخدمها في عملية السيجنالينج. فانت هتاخد كده من الفريم رقم 6 والفريم رقم 12 وبعد كده 18 24 وهكذا، كل 6 فريم هتاخد ايه بت واحدة عشان تستخدمها في عملية السيجنالينج. وانا بننقل الفريمز ديت عن يا اما بطريقتين، يا اما بالسوبر فريم او الاكستندد سوبر فريم. في السوبر فريم بتنقل كل 12 12، في الاكستندد سوبر فريم بتنقلها ايه 24 24. الطريقة بقى التانية اللي هي الكومن تشانل سيجنالينج السي سي اس، وديت بيسموها اللي هي الاوت اوف باند. ليه؟ لان انت بتخصص قناه تبقى خاصه بالسيجنالينج بس. يعني الموست كومن سيجنالينج بروتوكول اللي بيستخدم هنا في مع طريقه السي سي اس كيو 931، وده اللي بيستخدموه في الاي اس دي ان سيركت. بيستخدموا السي سي اس عشان بيعمل كونكشن ما بين الفويس سيستم على مستوى العالم، لان طبعا المرونه بتاعته اعلى، السكيورتي بتاعته اعلى. بيخصص قنوات للفويس وبيخصص قناه واحده للايه للسيجنالينج. بيربط لي برضو ما بين البي بي اكس وبين بعضيها. لو هتطبق الموضوع ده على كابل تي 1 فانت هتخصص القناه الاخيره عشان تبقى ايه للسيجنالينج اللي هي القناه رقم 24. لو هتطبقها على الاي 1 هيبقى هتخصص قناه رقم 17 للسيجنالينج. نتكلم بعد كده عن الاي اس دي ان. الاي اس دي ان يا جماعه بتبقى شبكه بتنقل الديجيتال سيجنالينج بين الاجهزه، وطبعا بيبقى السرعه بتاعتها عاليه والكفاءه بتاعتها عاليه. اجهزه سيسكو بتدعم لي حاجتين بالنسبه للاي اس دي ان، البي ار اي اللي هي البيزك ريت انترفيس والبرايمري ريت انترفيس اللي هي البي ار اي الثانيه. بالنسبه للاي اس دي ان بي ار اي بيزك ريت انترفيس ده بيستخدموها في الشركات الصغيره وفي البيوت. لو شفنا جينا نشوف الرسمه هنا بتلاقي عندنا قلنا هم 3 شانل، اول قناتين بيسموها البي اللي هي البيرر، دول بيبقى الباندوتس بتاع كل قناه فيهم 64 كيلو بت بير سكند، دول خاصه بالفويس. القناه الثالثه بتبقى دي اللي هي الداتا خاصه بالسيجنالينج، بقى بتبقى 16 كيلو بت بير سكند للسيجنالينج. بقيه الباندوتس بتاع القناه ديت بيستخدموه في عمليه الفريمنج والسنكرونايزيشن. عندك بعد كده الاي اس دي ان بي ار اي اللي هي برايمري ريت انترفيس، في منها ادي نوعين، وفي نوع الثالث كمان ممكن، يعني هو يعتبر نوعين اللي هو بتاع الخاص بالتي 1 والاي 1. الاي اس دي ان بي ار اي بيستخدم في الشركات الكبرى. البي ار اي اللي هي البرايمري ريت انترفيس يعتبر الاخ الاكبر للاي اس دي ان البيزك ريت انترفيس، بيكون اقتصادي بالمقارنه بالبيزك ريت انترفيس لانه بيكون موجود اوريدي في المودرن بي بي اكس زي ما احنا شايفين. عندنا منه التي 1 والاي 1. في التي 1 بي ار اي بيبقى عندنا احنا هنا التي 1 24 قناه، فاول قال لك اول 23 قناه بيبقوا خاصين بالفويس، وبعدين القناه الاخيره بتبقى خاصه بالسيجنالينج. كل قناه فيه كل القنوات كلها الباند ويدث بتاعها بيبقى ايه 64 كيلو بت بير سكند. في الاي 1 30 شانل بيبقوا خاصين بالفويس، وواحده للسيجنالينج وواحده للايه للفريمنج، لاننا عارفين الاي 1 32 ايه شانل. بعد كده عندنا في اي اس دي ان تي 1 بي ار اي ان اف اي اس اللي هي نون فاسيليتي اسوشيتد سيجنالينج. قال لك لو احنا عندك مثلا كابلين متوصلين تي 1، لو انت عندك مثلا عايز انت تشانل اكتر من 23 فهتجيب كمان كابل تي 1. طب انت معقول كل كابل فيهم هيبقى هتشيل قناه هتكون خاصة بالسيجنالينج؟ قال لك لا، انت ممكن تعمل قناه مشتركه ما بين الاثنين بحيث تضيع قناه واحده بس للسيجنالينج وتستغل بقيه الباقي لعمليه نقل الايه الفويس. لما اتكلم عن البي ار اي اللي هي البرايمري ريت انترفيس، لكن هي يا جماعه
يبقى السي سي اس، لان هما الاثنين اوت اوف باند. اوت اوف باند يعني انت بتخصص قناه تكون خاصه بعمليه الايه السيجنالنج. الاي سي ان سيجنالنج يا جماعه، الاي سي ان بيستخدم كيو 921 والكيو 931 كسيجنال بروتوكول، وبيستخدم الكيو سيج والاس اس 7. الكيو 921 ده بيعتبر لاير 2 وبيركز على الايرور ديكشن والكوركشن. في الكيو 931 ده طبعا ده بيعتبر لاير 3 وبنستخدمهم على اس دي ان، البرايمري ريت انترفيس والبيزك ريت انترفيس. بيركز لي على يعني بيركز لي على ان هو بينقل السيجنالنج مسج ما بين الايه الفويس جيت ويز. السيجنالنج مسج زي ايه؟ زي عندك الكول سيت اب والكول ان بروسيس والريموت اند رينجينج والكول كونكتد والكول ديسكونكتد والريليز شانل. الكيو سيج بيعتبر بيعتمد على الكيو 931، وده كان في مشكله بتقابلنا دايما ان انت لو عندك اتنين بي باكس بفندورز مختلفه، فما كانش في ستاندرد بروتوكول بيقدر يربط ما بينهم، جه الكيو سيج عشان يحل المشكله دي عندنا. بنقل السيجنالنج مسج زي الكولر اي دي وكل ترانسفير وكل ريدايركت والدونت ديسترب. بالنسبه بقى للنوع الاخير من السيجنالنج الاس اس 7، وده اللي بيربط لي ما بين السنترال اوفيس. هنتكلم بعد كده على الديجيتال فويس بورت كونفيجريشن. اول حاله هنتكلم عنها التي 1 كاس كونفيجريشن، بس احب قبل ما نتكلم ان انا قلت لو انا جيت كده عملت على الراوتر بتاعي وقلت شوف فويس بورت سامري، مش هيظهر عندي التي 1 ولا الاي 1، عايز اشوفها اعمل شو كنترول تي 1 هنلاقيه موجوده، بس هلاقيها ان هي المشكله هتلاقي عندنا هي لسه ايه داون، عشان احنا لسه ما اكتفناش البورت ده. عشان تيجي تعمل كونفيجريشن في بالنسبه للتي 1 كاس، فاول حاجه بنقول كونفي تي، بعد كده كنترولر تي 1 واحد على 0 رقم البورت. طبعا كنترولر ده عشان تخش في الكنترولر مود. بعد كده بتحدد نوع الفريمينج، عندك الفريمينج قلنا نوعين، يا اما السوبر فريم او الاكستندد سوبر فريم، ده محاله التي 1. لكن لو كنا بنتكلم على الاي 1 يا جماعه بيكون هنختار في عندي ال CRC 4 او ال non cycle redundant check، في نوعين من ايه من الفريمينج في مع ال E1. تالت كوماند عندنا clock source line. clock source معناها انت التايمنج بتاعي هيكون مصدره منين. line line يعني معناها ان انت هيجي لك التايمنج من يا اما البي بي اكس او السنترال اوفيس، لكن في اختيار تاني اللي هو الانترنال وده بيكون مصدره الراوتر عندي. بعد كده الكوماند اللي بعديها اللاين كود، انت هتعبر عن الزيرو والوان في الديجيتال سيركت ازاي. فقال لك في نوعين لو انت شغال مع بتعمل كونفيجريشن للتي 1، في نوعين، في حاجه اسمها اي ام اي اللي هي الالترنيت مارك انفيرجن، وفي البي 8 زد اس اللي هي باي بولر 80 سبستيتيوشن. انا قلت اشرح لكم اللاين كود. قاعد عندنا الاي ام اي، انت بتبدا تعبر عن الزيرو والوان في الديجيتال سيركت ازاي. قال لك لو انت لو الزيرو يبقى بتبعت زي ما احنا كده فولتج قيمته زيرو، طيب لو هتبعت 1 تقوم جاي تبعت فولت قيمته بوزيتيف، واحد واحد بوزيتيف. طيب لو جه اتنين بت قيمتهم واحد ورا بعض، فبتخلي الاولاني بوزيتيف والتاني بتخليه نيجاتيف. لو جيت ابعت بقى 8 بتس ورا بعضهم قيمتهم زيرو، هنا تظهر المشكله الاي ام اي ما بيقدرش يفهمها للديجيتال سيركت عندي. فقال لك هنستخدم طريقه تانية اسمها البي 8 زد اس، دي بتبعت لي باترن زي ما احنا شايفين كده. لما تبعت المنظر اللي قدامي ده على طول السيركت عندي بتفهم ان كده دول هي ديت مش وحايد، ده ديت كده لو الباترن ده كده او الباترن اللي تحتيه اي باترن في الاثنين، هي بتفهم اوتوماتيك ان انت بتبعت 8 بيتس ورا بعضيهم. طيب خلاص عملنا الفريمنج وكلوك سورس واللاين كود. بعد كده اول حاجه بقى في مع التي 1 كاس بنستخدم دي امر بقى اسمه دي اس 0 جروب، بنحدد له بنحط له تاج اي قيمه ما عندك من الزيرو لغايه 23، عشان انت ممكن تعمل اكتر من دي اس 0. فهنحدد هنقول قيمته، هنحط احنا التاج بتاعتنا مثلا بواحد، والله هقول عندك التايم سلوتس بقى عندك انت عندك في 24 شانل. لا انا قال لك انا عايز اخد اول 12 شانل احطهم مع جروب اسمه واحد، يبقى احط من 1 ل 12، ممكن احط من 1 ل 3، من 1 ل 4، حسب انا عايز الجروب ده فيه كام شانل.
خلي بالك انا ما اقدرش احط من 1 ل 24 لان لازم كده ازود الدي اس بي بتاع الراوتر بتاعي عشان يشيل الحمل من على الايه من على الراوتر ويقدر يعمل بروسيس للكلام اللي في الشانل الكتيره دي. لكن المعتاد لو انا مش هحط دي اس بي احط عدد القنوات تبقى قليله. بعد كده احط التايب, احط الايه, احط نوع السيجنالينج بتاعتي. خلي بالك السيجنالينج مع في حاله الكاس هي نفس السيجنالينج اللي كنا بنستخدمها في الانالوج, اللي هي اما لوب ستارت يا اما جراوند ستارت يا اما اي اند ام. وبيفضل عامه مع التي 1 كاس ان احنا نستخدم الاي اند ام. بمجرد ما اعمل الكوماند ده هلاقي ان البورت بتاعي اتكون بقى 1/باك/0 نقطتين فوق بعض وبعدين رقم الجروب اللي هو رقم 1. بعد ما عملت كرييت للبورت بتاعي ببدا الديجيتال فويس بورت بارامتر بتاعتي. ممكن اعمل بقى ايه, ادي رقم البورت بتاعي رقم 1 هنا, ده رقم الجروب اللي هي اللي احنا عملناه اللي هو 1, هو ده الواحد. ممكن احدد بقى احدد الكول بروجريس تون بتاعي, في امر عندي لو كومباند تايب ميولو, وده بيستخدموه في حاله عدم استخدام للدي اس بي عشان يستخدم لتحويل من انالوج لديجيتال سيجنالينج. بعد كده بعمل امر نو شات داون عشان اعمل اكتف الايه البورت بتاعي. انا قلت نعمل مثال عشان لو انا عايز اقسم مثلا ال 24 شانل, عندي 12 شانل للمكالمات اللي جايه عليا الانكومينج, ومن 13 ل 24 اخليهم للمكالمات اللي هي الخارجه من عندي. فقال لك برضو هنحط الامر كنترولر تي 1, بعد كده بحدد نوع الفريمينج واللاين كود, وبعد كده بعمل اتنين جروب, واحده اسميه 0 وواحده اسميه 1. الاولاني الزيرو ده هنخليه من الشانل فيه من 1 ل 12, والسيجنالنج بتاعته اي اند ام. اف جي دي اللي هي فيتشر جروب دي, وديت بتدعم لي اللي هي الانباوند كولز. الجروب التانية هديها تاج 1 واحط الشانل بتاعتي من 13 ل 24, وديت اللي هي اف جي دي اي اي ان اي اي ان اي اللي هي اختصار ل اكسشينج اكسس نورث امريكا, ودي بتدعم الاوت باوند كول. بعد كده هعمل اتنين دايل بير, واحده للانباوند واحده للايه للاوت باوند. لو عملت الشو بقى فويس بورت سامري, المره اللي فاتت قبل ما كنت بعمل الاوامر دي ما كانش بيظهر عندي حاجه, لا المره دي بقى هيظهر لان خلاص انا اكتفت البورت. وقلنا بعد الامر لما بعمل دي اس 0 جروب بيبدا ايه يكريت عندي البورت, فانا هلاقي عندي ايه البورت اهوت واحده على باك سلاش 0 بقى موجود عندي متكرر كام مره 24. ليه؟ لان انا عندي 24 شانل, بس في اختلاف ان هنا جنبه نقطتين فوق بعض اهوت 0, ده 0 دي متكرر لغايه الشانل رقم 12 وبعد كده بقت وحيد. ليه؟ لان قلنا الرقم ده بيميز لي ان البورت اللي هي الشانل الاولانيه لغايه 12 دي تبع الجروب دي اس 0 جروب رقم ايه 0, ومن 13 ل 24 دي تبع دي اس 0 جروب رقم كام 1. هنتكلم بعد كده عن الكونفيجريشن بالنسبه للاي اس دي ان بي ار اي برايمري ريت انترفيس. دي برضو الاوامر بتاعتها بنقول كونفي تي, وبعد كده بتحدد نوع السويتش, وده بيعتمد على الناحيه الثانيه في البي اس تي ان او السنترال اوفيس او البي بي اكس بيستخدم اي نوع من السيجنالنج, فبتستخدم البرايمري ريت كيو سيج. بعد كده بتقول كنترولر تي 1, وبعد كده المره دي بنستخدم امر بقى اسمه بي ار اي جروب, مش زي المرة اللي فاتت دي اس زيرو جروب. دي اس زيرو جروب بيستخدم مع الكاس, لكن لما تيجي تتكلم طبعا خلي بالك ان البرايمري ريت انترفيس اكنك بتتكلم بالظبط عن السي سي اس يا جماعة, اللي انت لان هما الاثنين اوت اوف باند يعني بتخصص قناة للسيجنالينج. فهنا بنتكلم بنقول الامر بتاعها هيبقى هنا ايه بي ار اي جروب تايم سلوت من 1 ل 24. بعد كده بتقول الامر اللي بعديه انترفيس سيريال 0 على 0, ده اللي هو الرقم البورت بتاعي, بس نقطتين في بعض 23. 23 ديت انت كده بتقول له ان اخر قناه عندي اللي هي ال 24, ليه؟ لان انت بتبدا العد من زيرو, فيبقى اخر قناه عندي 23 دي اللي مخصصه لعمليه السيجنالينج. بعد كده الاي اس دي ان انكامينج فويس ده بتقول له اي مكالمه جايه لي وديها لي على الدي اس بي عشان يعمل لها عمليه الايه البروسيسنج. لو عملنا شو فويس بورت سامري هلاقي في عندي 23 شانل كريتو همت دول بتوع الفويس, والبورت بتاع رقم 1 على باك سلاش 0 في نقطتين فوق بعض 23. 23 ديت يا جماعه ديت بتقول لي ان ديت القناه رقم 23 دي الخاصه بعمليه الايه السيجنالينج.
طيب لو قلنا بقى الكونفيجريشن الخاصه بالاي 1 بي ار اي برايمري ريت انترفيس، قلنا الاي 1 في 30 شانل بي اللي هو البير اللي هم خاصين بالفويس، والواحد دي اللي هي خاصه بالسيجنالنج، وفي واحده كمان اللي عشان تكمل 32 دي الخاصه بعمليه الايه الفريمنج. حبيت اوريكم برده الكونفيجريشن بتاعها، نتورك كلوك بارتيسيبيت ويك 0 ديت، بقول ان الدي اس بي كلوكينج هيعمل سنكرونايزيشن مع الويك اللي هو الوان انترفيس كارد في السلوت رقم 0. طبعا ده مربوط بالبي اس تي ان، البي اس تي ان كلوك، يعني هياخد الكلوك من بي اس تي ان هيعمل سنكرونايزيشن معاه. بعد كده هو الاي اس دي ان سويتش تايب، وده لازم يكون يعمل ماتش مع الناحيه الثانيه، بختار نوع التايب لازم يكون ماتش مع الناحيه الثانيه، بختار برايمري نت 5 وبحط كنترولر اي 1 0 على 0 على 0 عشان اخش في الكنترولر مود. وبعد كده بقول بي ار اي جروب تايم سلوت من 1 ل 31، ده بيعتبر الديفولت كونفيجريشن عشان اقول ان في 30 قناه خاصين بالفويس. بعد كده بقول له في انترفيس القناه الشانل في 15 فيه بيكون دي خاصه بالسيجنالينج. وبعدين بقول في امر الايس دي ان اوفرلاب ريسيفنج، ده نتيجه الامر ده بحطه نتيجه ان الديجيت اللي بتجي لي من المكالمات اللي جايه لي الديجيت الارقام بتجي لي ديجيت باي ديجيت، ما بتجيليش بلوك على بعضه، فبستخدم الامر ده. وبرده نتيجه ان كل دوله ليها لينس نمبرنج بلان مختلفه فبستخدم الامر ده. بعد كده الامر الاخير ايس دي ان انكومينج فويس فويس، ده بستخدمه عشان بقول اي مكالمه جايه لي وديها لي على الدي اس بي عشان اعملها عمليه بروسيس الاول. بعد كده ما احب اعمل كونفيجريشن للاي اس دي ان بي ار اي اللي هو البيسك ريت انترفيس، وقلنا هم 3 شانل، قناتين للفويس وقناه للسيجنالينج. بعمل الاول كلير الانترفيس بتاعي، وبعد كده بقول الكوماند بتاعي نتورك كلوك بارتيسيبيت ويك 0 واحط الانتر واعمل الانترفيس واحدد نوع السويتش تايب حسب الناحيه الثانيه بحيث اعمل ماتش معاها. وبعدين الاي اس دي ان اوفرلاب ريسيفنج، وبعدين اي اس دي ان انكومينج فويس فويس، وبعد كده اي اس دي ان بروتوكول ايميليت يوزر. ده يا جماعه يمكن الامر الاخير ده بيكون ديفولت، وده عشان اخلي البيسك ريت انترفيس يكون يشتغل كيوزر سايد. كده الحمد لله انتهينا من الحلقه، والمتابعه معانا ان شاء الله على الشانل بتاعتي على محمد سعيد عفيف على اليوتيوب، والبيج بتاعتنا الفويب لافرز في الفيسبوك، والجروب فويس لافر، وعلى تويتر فويب لافرز. القاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.